الأمن السيبراني أحدث اختصاصات التعليم العراقي استحدثته وزارة التربية مؤخراً لمواكبة ما يعمل به عالمياً في الوقت الحالي. فما أهميته؟ في وقت باتت الحياة مخترقة أكثر من أي فترة سابقة، تطلب الأمر استحداث اختصاص يعلم الطلبة كيفية حماية الأجهزة والشبكات وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمجتمع بكافة القطاعات تحت ما يندرج بالفضاء السيبراني، المجال الذي تحول في العقدين الأخيرين عالمياً لمساحة نشاط اقتصادي عملاق مع اهتمام الحكومات والمنظمات وقطاعات الأعمال العالمية، حتى بات يشكل سوقاً تتجاوز قيمته 2 تريليون دولار عالمياً. وأنت، ما رأيك باستحداث الأمن السيبراني كاختصاص جديد؟ وهل تأخرت وزارة التربية في هذه الخطوة برأيك؟